مرحبا أحبتي، سعيدة بأني ألتقيكم وأحييكم من جديد بعودة جديدة في برنامج النسخة الأصلية مع ضيف مهم ومتميز، وهو نجم يعد نجم مختلف تماماً عن أقرانه، وأني سعيدة أن ألتقي به وأفتتح البرنامج بحلقة أولى مع ضيفي الكريم مصطفى العبد الله. مرحباً بك سيد مصطفى. يا أهلاً وسهلاً، مرحباً بك. طبعاً أشكرك على التقديم الجميل، يسعدني أني أكون أنا أول الضيوف في برنامجك النسخة الأصلية، وكان المفروض هذا اللقاء يكون من قبل يعني بالسابق، صحيح. بس الظروف وأني مسافر وانشغالاتك، بس فرصة طيبة اليوم وإن الشرف. أنا سعيدة بوجودك وشرفتنا طبعاً، ومتفائلة بنفس الوقت. أنا جداً سعيد وفرحان لأنه أنا وياك بكل صراحة أقول لك يا سعيد، لأنه أتحاور ويا هيجي إنسانة وقامة فنية أنت اللي ليش تاريخ مهم جداً، وهذا شرف إلي. شكراً جزيلاً، الله يخليك. الآن أنا أحاور مصطفى عبد الله عبارة عن منظومة متكاملة بالعمل حقيقة، مخرج، مطرب، صانع نجوم، داعم للنجوم، وهذا الشيء يمكن يعني مو الكل يعرفه على المستوى الفني، أكيد الناس تعرف هذا الجانب، لكن الناس يعني ما فاهمه بشكل واضح وصريح أنه مصطفى العبد الله هو الداعم والحاضن الأكبر بالنسبة للنجوم اللي الآن ينطرحون على الساحة. يعني هو مو واضح، يعني كامل واضح بصراحة مثل ما تفضلتي أنت، ما مركزين عليه. العالم تشوف مصطفى العبد الله الفنان يعني كليبات وأغاني وكذا، يشوفون بس هذا الجانب. يعني مركزين وياك أنت شخصياً؟ مركزين وياي شخصياً، بس هم اللي يشوفون يعني كل الأغاني والإنتاجات والتفاصيل اللي نقدمها للفنانين من خلال مؤسسة نجوم الدار البيضاء، هي كلها يعني أنا أرعاها بشكل شخصي. يعني أنا نعم. أحمل يعني مسؤولية كبيرة للنخبة من وسط الفني العراقي على عاتقي الشخصي. هم يعني أحب أقدمهم بأفضل صورة، أحب أخليهم يعني متميزين بطريقة تفكيرهم وبطريقة طرحهم بمواجهتهم بملتقاهم جمهورهم. طيب أنا يهمني أسألك، هذا الهم منين إجا وهذه المسؤولية المضاعفة اللي صارت عندك؟ نعم. أنت حضرتك صرت نجم بقرار لو صدفة خدمتك؟ لا، هي مو صدفة، يعني هو قرار، بس مو قرار بقد ما هو إثبات ذات لنفسي. نعم. اليوم إحنا ما نخلي من الكلام وكذا، فترة طويلة أنا صنعت هواي نجوم بالساحة الفنية العراقية، هذه حقيقة، وأسماء مهمة. نعم. أنا أسمع حكي يقولون مصطفى عبد الله صوته حلو، خلي يسوي نفسه. يا سلام. إيه، فأني يعني أثبتت، كان صراع نفسي يعني أنا ونفسي إنه أنا أقدر أوصل مصطفى العبد الله، بالتالي هذا دافع صار لك. مثل ما وصلت النجوم البقية، الحمد لله والشكر الله وفقني وقدرت أوصل مصطفى العبد الله إلى مكان يعني فترة قياسية، اكتسبت يعني محبة جمهور. بس أنا أشوفك يعني مريت عليها هيجي يعني مرور، يعني ما يعني مو هو هذا يمكن الطموح بالنسبة لك، مرور بس علمت. اي هو إثبات حضور، أنا قلت لك إنه ترى أنا موجود بهذا. هاي السلام عليكم. أي وهالمكان. لا إن شاء الله هسه أنا يعني من ضمن البلان اللي حاطيه بهاي السنة إنه إحنا راح نركز بالوسط الفني والغنائي كمصطفى العبد الله، نركز عليه أكثر عربيا، نصدرها أكثر. راح تكون اكو خطوات مدروسه ومحسوبه وخطوات مختلفه. طيب ايش قد اثر على سلوكك هذا او تعاملك مع النجوم تحديدا، يعني باعتبارك انت صانعهم والان انت نجم، فانت شلون بدك تتعاطى وياهم؟ بالعكس صار اسهل. ويعني انا قبل كنت اشوف من جانب ثاني، يعني اشوف الفنانه عامله بطريقه، انا منتج وهذه طريقتي وهذه سياق للعمل، كنت اجهل هواية اشياء بالمطرب. الان تشوفها من اليوم انا اشوفها من كل بعين الابعاد. مطرب. نعم، بعين من مطرب كل الابعاد يعني اشوفه واشوف يعني مزاجياته، يعني حفظت الاجواء شلون تكون، فصار اسهل بالتعامل، يعني ساعدتني هاي. نعم نعم، لدرجه انه اثبات على كلامي انه زادت الانتاجات عندنا بعد ما صرت مطرب، وكثرة المطربين عندنا زادوا يعني انتمائهم للدار البيضاء. صحيح. طيب هذا هم يقودني السؤال الى سؤال كلش مهم، يعني صناعة النجوم، يعني ممكن لأي محطة تقدر تصنعها أو تحققها أو تسويها؟ يعني قصدك دولي أنه يعني هذا مجالك، هذا ميدانك، يعني قصدك أنه أي شخص ممكن يقدر يسوي اللي أنا أسويه؟ نعم. لا يعني صعب، يعني هذه يعني أي منتج يقدر يسوي اللي حضرتك سويته؟ الشغلة مو فلوس، الشغلة مو فلوس منتج. شنو العوامل برأيك؟ العوامل أنه أساس الصناعة هو أنه
حبش للفن بالدرجة الأولى. طريقة تفكير إحنا صارت عندنا يعني من البديهيات. إحنا بالوسط الفني من إحنا وصغار نعرف كل الفنانين والمطربين ونشتغل بهذا المجال، فصارت عندنا نعم أكو جذور يعني عائلية خبرة عالية بصناعة النجم وشون نقوده وشون نتعامل وياه شون نوصله للجمهور بطريقة مختلفة. يعني إحنا وصلنا نخبة من النجوم بطريقة كلاس ومهذبة للفنان العراقي صدرناه عربيا بطريقة مهذبة جدا. هذه مو هينة، مو أي واحد يجي يسويها. أنت مهتم يعني بسلوك الفنان وبحضور الفنان وبترتيب الفنان. نعم. أنه أنت تحافظ على صورته وعلى شكله أنه هو يظل فنان، يعني فنان عراقي. نعم. اليوم إحنا بدنا نوصل رسالة للعالم يعني سمته رقي. نعم سمته رقي والاحترام اليوم. نعم اليوم إحنا بدنا نمثل أعظم بلد بالكون. أنا أشوف العراق أعظم بقعة جغرافية رب الكون خلقها. هذا من فضل الله علينا الحمد لله. نعم والشكر. نعم نعم. يعني العراق تاريخ فناً وأدباً وشعراً ورياضة وإعلام وكل شيء. فاليوم أي قضية، هاي قضية حساسة، اليوم أنت من تيجي تصدر منتج عراقي فني للوطن العربي لازم تصدره على أتم وجه. نعم. يعني تصدره بطريقه جيده، طريقه يعني ملائمه للوطن العربي. يعني اليوم اصبحت الاغنيه العراقيه مهيمنه على الوسط الفني العربي. نعم. هذه بجهود شركات خاصه، بينما احنا نشوف مثلا باقي الدول والعالم حقيقه هذه تحسب لك نقطه، تحسب لك انت اول من يعني بادر بتسويق الأغنية الآن الأغنية الحالية. يعني أنا طبعاً ما أنسى أكيد فنان الكبير كاظم الساهر وماجد المهندس، بس هذه الأغنية اللي كلش قريبة من الناس. يعني شوفي هو مو يعني ما يحتسب بس المصطفى، ساهمت مساهمة يعني يحتسب لكل الوسط الفني العراقي وهذا الجيل. نعم هذا الجيل يحتسب، وهي مرحلة انتقالية كانت للأغنية. صارت نقلة، صارت نقلة، مرحلة انتقالية. اليوم الأغنية تصدرت اللهجة العراقية. يعني فنانين تركوا أثر، وإحنا جينا كملنا مسيرتهم، فنان الكبير كاظم الساهر، كل الفنانين العراقيين فنان، بس إجوا وغنوا باللهجة الثالثة وبالفصحى. إحنا جينا صدرنا اللهجة العراقية. نعم يعني طيب غياب نصرت ورأفة البدر، تقديرنا لهم العالي طبعا، هم فنانين لهم يعني لهم فنهم ولهم مجالهم وإبداعهم وتركوا أثر كبير بالأغنية، هذا غيابهم ساهم ب يعني بهذه النقلة يعني اللي طلعت هسه بالأغنية العراقية اللي صارت؟ غيابهم ساهم؟ اي لا هم غابوا شلون؟ اوكي غيابهم بحضورك يعني هو ابتعادهم ساهم بحضورك بشكل اقوى. شوفي خلي اخدمك، اول شيء اوجه لهم تحية، اخواتي يعني اخوتي واصدقائي نصرة البدر ورأفة البدر، يعني هم صانعين نجوم وتركوا اثر يعني بالساحة الفنية. غيابهم أثر على الوسط الفني على جانب كبير بصراحة من الإنتاجات، يعني تراجع. نعم يعني كان لهم تأثير واضح وقوي وملحوظ. يعني اليوم الشباب كانوا منتجين وداعمين يعني أقوياء للأغنية العراقية وللفن العراقي. غيابهم سوى ضعف بالأغنية، يعني قلة الإنتاجات انطانا المساحة الأكبر. انه انا هذا اللي داريد اوصل لك اياه، يعني مساهم بي او عزز حضوركم اكثر، عزز حضورنا. بينما هم هم كان من كانوا موجودين حضورهم يعززنا اكثر. نعم. يعطينا حافز يكون اكو فد تنافس. نعم نعم انا اتذكر حلو. صار هذا الاحتفاء بالقناة اعتقد انتم مع بعض كنتوا مو صحيح؟ بالشراكة. نعم كان بالشراكة. وجودهم كان مهم جدا. سبب يعني تراجعهم يعني متواصلين بالعطاء دي يقدمون اعمال. لا هو مو تراجع بس ابتعاد تقريبا، ابتعاد عن الساحه لانه قل اقل من قبل. اي اقل من قبل. بس يعني غيابهم مؤثر وتركوا فراغ، تركوا فراغ كبير بالساحه الفنيه. ماكو شك ماكو شك. طيب يعني انت اكيد انت يعني كونك انسان ناجح وفنان ناجح فانت يهمك ان يكونوا المنافسين حواليك حتى انت تجتهد اكيد اكثر. اكيد. طيب بالحديث عن نصره، من المخطئ تعتقد بهذه نصرة لو النجوم اللي غادروا؟ نصرة أو النجوم اللي غادروا؟ من المخطئ بحق الآخر؟ النجوم خطأوا بحق نصرة. كل الفنانين اللي نصرة تفضل عليهم وقدمهم وجابهم خطأوا بحقه.
نصرت مستبد برأيه، عنده أخطاء، ولكن الأشياء اللي قدمها ما تمحي كل يعني ما تأثر على اللي عنده الأمور السلبية. لا. من المفروض هم كانوا يتعاملون وياه بطريقة أكثر إيجابية ويتواصلون وياه أكثر. بسلاسة طبعاً. وبسلاسة. هم صار عندهم انفار عام. يعني كأنما شلون اللي يحب النبي يضرب. يعني كأنما شلون اتفقوا من واحد على واحد، وصلوا رسالة إنه إحنا خلاص أي واحد يخلص يترك نصرة أي واحد. هي مش هذا تأثير عليكم كل المطربين والنجوم، أنا أوجه لهم هسه رسالة، كل اللي تركوا نصرة البدر تراجعوا. حسوا بالفارق؟ إيه طبعا. يعني هسه هم نجوم ومتصدرين، بس واحد واحدة وين؟ وإيد وحدة كلهم متكاتفين. متكاتفين طبعاً. اليوم نصرت إلى تاريخ، مؤسسة كانت رفت إلى تاريخ طبعاً. يعني أنا أحكي يعني على الطرفين، يعني نصرت ولا رفت، يعني عندهم مجموعتين. كل اللي غادروهم هم مخطئين، مخطئين مو لأن يعني هم مو صح نصرت أو هم صح، لا مخطئين لأنه هم عرقلوا المسيرة الفنية. طيب احنا اذا نطالبك ثانيه، طالبك كإيناس، اذا تحاول تصلح الامور او تصلح ذات البين بينهم، شلون ممكن ترجع هالآلية؟ شلون ممكن ترجع؟ انا عندي خطه بصراحه، يعني كان ببالي الموضوع، قعدت ويا رأفت وقعدت ويا نصرت وقلت لنا نرجع نسوي آلية من جديد حتى نشتغل نعيد المنظومه. نعيد المنظومه لان لازم الامور تندار بطريقه منظمه، مو كل واحد وحده. فالمطربين بعده هو كل مطرب حلمه قناتي، افتح قناه وروح افتح قناه وافتح القناه وبعدين تخبط. هذا تخبط الفنان. انا اقولهم دائما التخصص حلو، انت فنان ابقى غني، ابدع، جيب كلام، لحن، سوي امور. مؤسسه تتابعك وتقودك وتوجهك. نعم. تقودك وتدير بالها عليك وتحميك وتدور وراك وتنطيك وتاخذ منك، انت لازم تنطي. يعني مو يشتغلون سبيل الله، هم يشتغلون عندهم عوائل وعندهم التزامات وعندهم مصاريف وعندهم بجتات تروح وعندهم إنتاجات، فلازم تنطي. المفروض يكونون هم فليكسبل بالتعامل مع نصرة ورأفت حتى تمشي المسيرة. بداياتهم كل المطربين اللي غادروا نصرة البدر ورأفت البدر بداياتهم كانت يعني يوقعون بالدم. شو تريدينه يسوي؟ تصوري يضرب دقلة، كل شيء يسوي. معقول؟ إيه. معقول. بس يتمكن المطرب أول ما يندار على الدائرة مدائرة، هذا غلط. هذا تعتبره نكران جميل؟ أكيد نكران جميل، وبنفس الوقت مو الكل غلط بحق نصرة، أكو ناس نصرة هم غلط بحق ناس، بس هذا ما يأثر أنه على العملية المسيرة الفنية. إحنا دا نوصل رسالة كبيرة. يعني شو بالتالي إحنا تعرف هذا طبيعي بالعمل، وعملنا تحديداً إحنا بكل مجالات هي ممكن تصير أخطاء، تصير تخبطات، تصير انتكاسات وأزمات. أنت بالعائلة ممكن تصير عندك مشكلة بس تواجهها، تحاول أنت شلون تلقي الحل إلها، شلون يعني تحتضنها وتلمها وتحتوي الأزمة. بس أنت من يصير الخطأ يعني يصل إلى هذا الحد، تعرف معناها هذه أزمة كبيرة أنت أمامها. بالتالي انت صاحب مؤسسه، فانت مثل ما تشوف الاخرين تشوف نفسك. يعني انا قياتي كل تختلف. الصناع راح يبدون يخافون من الناس. مو شوفي هم صار اساني بالنسبه لي بالمشاكل بالوسط الفني تصير هوايه، وعندنا مشاكل احنا يعني مو خالين من المشاكل، بس انا ادارتي ويا الفنانين تختلف عن الولد. يعني طريقتي، طريقه تعاملي وياهم تقف على مسافه واحده من الجميع. اي يعني أتواصل ويا الكل، كل واحد على قده، كل واحد بفكرة، كل واحد بعمره، كل واحد بحجمه. يعني أنا أكو ناس أستقبلهم بمكتب، وناس أستقبلهم بالمكتب، وناس أستقبلهم بقعدة، وناس أستقبلهم ببيتي. يعني كل واحد إلى لازم تنطي حجمه. اليوم أنت تنطين مكان المصطفى العبدالله، تنطي حجمه، أحبك واحترمك. شو تريد من الإنسان؟ الإنسان شو يريد؟ أنت تطي حقه. نعم. بس استحقاق. استحقاق. أنا انطيت كل الفنانين انطيتهم حقوقهم، يعني اللي يريدون انطيت لهم إياه، ودائما يشوفون إنه هم الربحانين إحنا الخسرانين. بس أنا يعني على يعني كمصطفى العبد الله أنا أشوف هذا مكسب. اليوم إحنا دنخلي يعني دنصنع دنكتب تاريخنا، باشر عقبه يروح مصطفى العبد الله وتروح هاي الأجيال، هذا يدون بالسي في مالتك. أكو تاريخ ينكتب.
يعني على هالاساس هذا انا يعني اتعامل دائما. انا يعني من امشي حتى اقول لهم احس اكو كاميرا مراقبه عليه، يعني من يصير مثلا في الموضوع رد الفعل مالي احس اكو واحد يراقبني، فارد بطريقه يعني كانما اكو ناس يعني دا تشوفني، اللي هو رب العالمين الله سبحانه وتعالى يعني اكو رقيب. نعم اكو رقيب. نعم. فكل شيء تتعامل به بنور الله هو الصح. يعني بالتالي هو رقي ما يجي من فراغ. الله تقول شخص راقي هذا يعني ما يجي من فراغ، صحيح؟ الله يسلمك. آه، اني اسالك انه معايير مصطفى العبد الله من يشوف نجم، يعني من خلال اغنيه او اغنيتين تطلق عليه هذا خلص صار نجم وشق الطريق وراح، لو عندك معايير اخرى انت تقيس عليها او يحتاج وقت يعني؟ شوف، هي النجوميه سهله انه واحد يعني يسوي اغنيه واحده وينجح، اغنيتين وينجح، شفناها بالعالم بالأغاني الأجنبية، مطرب يقدم عمل واحد ويبقى العمر كله ناجح. أنت وصلت، هي كل توصل الكل، بس شلون تبقى محافظ؟ شلون تبقى فوق؟ يراد لك طريقة تعامل مختلفة، علاقاتك، محيطك، ناسك، نفسيتك أنت من الداخل. اليوم الإنسان من يكون هو متصالح مع نفسه، نظيف، نقي، يفكر بطريقة يخلي نفسه بمكان الشخص قبل لا يتحاور يا قبل. نعم نعم. بس الفكرة يعني الأساس بالنسبة لي إنه عندك هذا البعد النظر اللي تشوف به النجم اللي طلع بهذه الأغنية إنه راح يستمر. أكيد أنا أعرف أقول لهم دائما هذا يكمل، هذا راح يبقى. أكو ناس راح يصير عندهم إخفاقات، أكو واحد تيجي ضربة حظ، فالضربة الحظ لازم تيجي ناس تحتضنه. نعم. ولا تعال اقعد، هذا الصح، لازم تشتغل بهالطريقة، لازم تكون هنا أنا واقف حتى تكمل المسير. طيب منو من الفنانين الآن نشوف خطواته دقيقة ومحسوبة ومدروسة وراح يصير اسم، يعني اسم كبير راح يعلق بذاكرة الناس؟ كل الفنانين خير وبركة، كل واحد راح يترك أثر معين، ولكن أني ما تريد تزعلهم. لا لا لا، ما يعني أنا أحكي بكل صراحة، أنا صريح يعني عرفون. أنا مرات أطلع لقاء الوسط الفني يقولون مصطفى يصير عندنا سكر حد ما تخلص الحلقة. ليه راح يجي اسمنا؟ راح يجي اسمنا. أنا أشوف من الفنانين اللي راح يتركون أثر بالساحة الفنية، وأنا قلت له إياه من أول يوم شفته، علي جاسم. علي جاسم. علي جاسم أول يوم شفته هو يقول لي أنت تأخذ لي خيرة لو شنو؟ زياد قلت له علي أنت راح تصير مؤثر بالوسط الفني. قال إيه؟ لو راح تصير يعني صاحب رسالة واضحة، وراح تصير عندك فلوس، راح تصير عندك سيارات، راح يعني الله راح يوفقك وراح تترك أثر كلش كبير. فهو علي هو هيك كان إن شاء الله. بدت الأمور تتحقق عند علي. علي خطواته محسوبة، ذكي، يعرف يختار. أنا يعني علي قلت له بالواقفين أنا بالحديقة دارج، قلت له علي أنت راح تصير ملحن. قال لي شلون؟ لا، قلت له تعال هيك تلحن، هاي الطريقة هيك نسوي هيك. لحنا أول ثلاث أغاني أنا وياه، مفردة من عدي، المقاصير علي، ما أعرف شنو، لحناها. بدأ علي كل المؤسسة حسسته بأنه هو الملحن، شعارات يجي تقعد يمه تسمع كلام. لا احنا علي عندنا وقفة خاصة وياه، يعني الحديث كل شيء طول عن علي جاسم، تحياتنا له وتقديرنا العالي طبعا. احنا وصلتنا معلومة، اكو أغنية كانت إلك وغناها غيرك وضربت الأغنية علمت. اي يعني أتمنى للتوفيق. هي أغنية كانت ألحان سيف عامر مال حبيبي يا، اللي هي نزلت بتايتل مسلسل. نعم. حبيبي يا كانت إلي، مغنيها أني. فسيف كاتب لي على الواتساب، إحنا بيناتنا تعاملات هواي أغاني. صحيح. فكتب لي قال لي مصطفى الأغنية اللي أنت ألحاني خذتها أنت أخرتها، فأني راح أنزلها لأن أجي تايتل ولازم أنطيهم أغنية وما أقدر أغني هسه. فأنا قلت له أوكي أنطيها، يعني عندي في 200 أغنية أنا وسيف إنتاجات ولها. فأني ما أدري على هاي. على هاي تهدين، خليني أسمعها بصوتك حتى أخدم هذه الفقرة وروح على فقرة جديدة. حبيبي يا وحشني يا عمري وينك، وحشني موت جاي انتظر منك خبر يرجعني حي مو جاي اموت. الله الله الله، شكرا جزيلا. مبروك على سيف عمر، يستاهل. مبروك على الجمهور، يستاهل. كل التوفيق كل التوفيق. فاصل ونرجع احبتي المتابعين.
مشاهدينا لنا عودة مع نجمنا المهم والمتميز مصطفى العبد الله. شكرا. أنا الآن مقتحمة حسابك، أنا دخلت على حسابك التويتر، أنا قال لي طه انطيني الباسورد مال التويتر. نعم. طبعا هذا بالتنسيق من خلال فريق الإعداد وإدارة أعمال حضرتك، إحنا اقتحمنا حسابك. أنا راح أكتب تغريدات وتعلق عليها. يعني بحسابي راح تنزل؟ نعم بحسابك. نعم نعم. إيه هذه جرأة طبعا، هذه جرأة. حاضر. أريدك تتماسك وتتهيئ نفسيا. وحقك طبعا تحذف التغريدة، وحقك إنه أنت ممكن تنشرها، وحقك إنه تتحفظ عليها، وحقك إنه أنت ممكن تعدل بيها. يعني هواية منطيك مساحة إنه أنت تشتغل على هذه التغريدة. تمام. فنانة العراق الأولى هي؟ سؤال يعني فنانة العراق الأولى، العراق يعني بصورة عامة يعني قصدك؟ نعم. قبل لو بعد لو هسه لو بأي، ما فاهم. الخيار إليك. لا ده هيك تقولي خياري راح أقول لك أمل خضير مثلاً. إيه. مثلاً. إيه بس أكو إحنا عندنا فنانات باي الساحب هالفترة دي يشتغلون. يعني هسه أنا أكتب أمل خضير. أكيد إذا فنانة العراق على الحقبة اللي أنا واعي عليها واللي أشوفها فهي أمل خضير كانت يعني متصدرة. تمام نكتب أمل خضير، فنانة كبيرة طبعاً. أكيد. ومهمة. أكيد. وعريقة يعني أكيد كل الاحترام والتقدير لها. فنانة العراق الأولى هي أمل خضير، تستاهل. طيب هاي غردنا بيها طبعاً. هاي نزلت. نزلت طبعاً. التغريدة الثانية، لا يحق لي أحد من الزملاء تقييم أعمالي نقطة راس سطر. بالتأكيد يعني أنا يعني ما يحق لأي واحد يقيم أعمالي من الفنانين، لأنه إحنا لو مركزين نشتغل بالطريقة اللي هي معتادين عليها كان ما وصلنا اللي وصلنا. يعني إحنا غردنا خارج السرب وتلقينا انتقادات، ولكن حصلنا إرضاء الجمهور، وبالنتيجة النهائية أنه هو الجمهور اللي يقيم. فالنجاحات هي اللي تقيم. يعني أنا ما شخصياً ما أحب أحد يقيمني من الفنانين. يا حضرتك تمتعب من هذا التقييم؟ بالنتيجة أكو شيء نقدمه العالم ده تحبه، وإحنا هذا هدفنا وهذا أساسنا. أي لا سيما بعض الأشخاص يقعدون وينصبون نفسهم ويقيمون الأشياء. هو أنت وين منجزك حتى أنت تقعد تقيم أنت جهود أنت الناس وأعمالهم وتعبهم؟ صح. يعني أنا ما يعني بالنسبة لي عندي خصوصية بالموضوع، ما أسمح لأي فنان يجي يقيم أي شيء أقدمه أنا مدام أكو جمهور راضي، وبنفس الوقت الجمهور عنده لسان اليوم. نعم معيارك الحقيقي الشارع. يرفض. نعم. ويحكي وينتقد بطريقة حلوة. اليوم الجمهور العراقي ما يستهان به، جمهور جبار يأثر على الساحة الفنية. يعني اليوم الجمهور العراقي إذا ما حب مطرب عربي أو ما حب أغنية عراقية مستحيل تصدر. أي لا يسمع له ولا يحضر له حفلة ولا اليوم. ال- 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 احنا تعرفين هذا العالم جديدين عليه، السوشيال ميديا والانتشار والمتابعة. فبالنتيجة هذا هاي جيل وجمهور كبير وواسع، فمن يدعم يعني من يدعم الفنان يتواصل وياه وينتقد هذا صح وهذا غلط. أنا يعني أشياء أخذها من الجمهور مرات تصير يعني عندنا مثل الثابتة قوانين. نعم. نعم. بالنسبة لللبس رفرنس تصير بالنسبة لك. رفرنس. نعم. يعني تصير. نعم. عندنا يعني من ضمن الأجندة مال الشركة. معناها هذه التغريدة إحنا نعتمدها. تمام أكيد. يا بدن هذه التغريدة. روح تغريدة ثالثة. الشارع يحدد من هو الأفضل وعدد المتابعين لا يعني شيء. يعني هو مو لا يعني شيء، عدد المتابعين مهم، هي اليوم لغة الأرقام. صراحة. ولكن أكو ناس مؤثرة وما عندهم متابعين هواية، هم مو شطار بس هم لهم يعني لهم تأثير، لهم يعني مصداقية. اليوم أنا أعرف ناس عدة تقريبا 300,000 400,000، ولكن دول حقيقيين مؤثرين، مؤثر بهم واصل لهم تأثير حقيقي. نعم. هم أصحاب قرار. يعني من يسوي حفلة يجوا، من يسوي شيء يدعموه، ذولي أصحاب قرار. وأكو واحد عنده 5 ملايين هم مو مؤثرين. أي. يطلع يقول هيك ماكو يسوي يعني. أنا معك طبعاً. هني عندها الصراحة. التأثير الحقيقي نعم هو المعيار. الشارع الناس. هو. قد أنت مؤثر بين الناس طبعاً. أنا يعني وياك.
وراح اعتمدهن تغريده روح تغريده رابعه. الحديث عن شراء المشاهدات في الاغاني كذبه يروج لها اللي ما يستطيعون الحصول عليها. هي مو انت مع او ضد؟ هو ماكو شيء اسمه شراء مشاهدات، هو ترويج. بالنتيجة احنا دا نحكي على اكبر منصة بالعالم، يعني جوجل هي اليوتيوب او اي برامج او اي مواقع تابعة لجوجل، هي هذا اكبر منصة بالعالم. نعم. فما بيها كذب وما بيها غش، انت مجرد انه انت تعرض المحتوى والتك على الناس، وهم لهم الخيار يدخل يشوفك او ما يدخل يشوفك. فطبيعي يعني هذه الارقام، يعني انا أأيد انه الانسان يكون عنده ترويج وكذا، بس الرساله لازم توصل صح. نعم نعم هذا المهم. طيب عندنا تغريده المفروض بعد. كل اللي ساعدتهم في مشوارهم الفني نسبوا ذلك لفنانين اخرين، يعني ناكرين للجميل. يعني صارت عندنا هيك حالات، بس يعني انا اتحفظ على هذا الموضوع، ما اقدر اجاوب عليه كامل. يعني اغادرها لو اغادرها خلاص، بس هاي الحالات موجوده عندنا، صارت يعني موجوده. انا عندي شخصيا اكو بعض الفنانين يعني اخذوا جهدنا ونقلوه الى شركات ثانيه، ما اريد اطول حتى لا تقولي لي منهم وين ونروح بغير موضوع ثاني. لا ما راح اكون متطفله يعني واعرف. اي بس هذه صارت عندنا. صارت. اي صارت. شلون واجهتها؟ انت بالتالي انسان، قلتك هسه احنا قبل البرنامج دم ولحم اي قلت لك انه الانسان يعني دم ولحم ومشاعر، مرات نعم. نغضب ويعني فيصير عندنا. انا يعني اتاذى من هذا الموضوع، لان انا اتعامل ويا الفنان كصديق وجدانيا واخ. ايه. وبكل عطاء وبكل حب، فمن يسوي هيك يترك اثر، يعني يجرحني، يعني يتعب نفسيتي. بالاستمراريه يعني والعمر ده يكبر، تعرفين كل ما الانسان يكبر سنه تنضج تنضج. نعم. فقمت اني الشغله اللي كانت تضوجني قبل 5 سنوات وفلش الدنيا على مودها هسه تترفع. هسه كل شيء ترفع. ها صدق صار هيك. بالتوفيق. بالتالي ما جزاء الاحسان الا الاحسان. صح. اذا ما راح نعتمد هذه التغريده. تمام راح تتحفظ عليها. روح إلى تغريدة أخرى. التعامل مع المخرجين العرب هو أفضل من التعامل مع المخرجين العراقيين وهم أكثر احترافية. هذا موضوع كبير. شوية ممكن أتمعن بالسؤال أكثر؟ أي من حقك. أنا ضد هذه الفكرة بصراحة. إحنا عندنا مخرجين مبدعين يضاهون المخرجين العرب والعالميين. نعم. ولكن احنا تنقصنا البيئه وينقصنا الابديت عند المخرجين والكوادر الفنيه بالعراق. نفتقر البيئه. ايش تعني بيها البيئه؟ البيئه يعني بيئه صالحه للتصوير امنيا اجتماعيا. بيئه صالحه كامله امنيا. اليوم الفنان اذا الجو ملائم له والامور مستتبه والوضع جيد واكو تنقلات واكو فنانين يروحون يجون ويتواصل، اكيد هذه بيئه يعني راح تكون صالحه للعمل. نعم. ولا استقرار يؤدي بيك الى الفوضى. احنا نعم. مرينا يعني بظروف، يعني ما اريد اتطرق لها، بالظروف صعبه مرت على العراق، ولكن قدرنا بهذه الفتره انه احنا نثبت وجودنا ونضاهي العرب ونضاهي المخرجين وننافس وننافس. نعم. وبدنا نشتغل. بالعكس احنا عندنا يعني طاقات وشباب حلوين ومبدعين ويضاهون العرب والعالمين يوصلون، وعندنا اسامي تصدرت عالميا مخرجين هوايه. فاني ضد هذا الموضوع بصراحه. يعني على مستوى الكليبات طلعتوا شيء مختلف؟ اكيد طبعا. يعني اليوم اختلفت. اليوم ماكو مرحله انتقاليه. فيديو كليبات العراق احنا كنا قبل نشوف العرب ونسوي، وصلت مرحله هسه العرب يشوفونه ويسوون مثل ما احنا نسوي. يقتبسون. نعم. يعني يقتبسون الافكار. نعم. يشوفون الاجواء. احنا كانوا اكو اني مخرجين عرب اعرفهم ما كانوا يصورون بتركيا، احنا صورنا بتركيا وسوينا افكار وستوري بوردات اشياء، قاموا هو يجون التركيا. بس شفت البساطه معتمدها اكثر شيء، يعني يعني هي اللي غالبه على على كليباتك، يعني منبع على مصطفى العبد الله. اي هذا قرار كان يعني بيني وبين نفسي انه انا اوصل للعالم بابسط طريقه من خلال هذا الرياليتي القريب لهم. أي. ليش؟ انا فتره طويله بال 2018 قلت لهم انا راح اصير
مطرب الشركه والدائره مداره الفنانين قالوا ها صدقت خلاص راح اصير مطرب انا هاي السنه راح اصير مطرب. فبديت اسمع الكلام ناس تقول مصطفى يزين هو منتج هو مخرج وصاحب هو يدعم الفنانين وهو صانع هاي النجوم ايش راح يسوي نفسه مصطفى يجيب طيارات يصور بفيجاس يصور بدبابات كانوا متوقعين كل شيء هاي كل شيء كبير كل شيء مختلف. فأنا جيت سويت عكس ما كل الدنيا تفكر جيت بالبساطة والعفوية وهذا الرياليتي اللي موجود اتفاجأوا تماما اتفاجأوا تماما يعني جيت أنا من انتقلت من الإخراج إلى الغناء صورت يعني بالتليفون زيرو كوست لا كاميرات لا معدات بينما كانت الفترة كلها فيديو كليبات أنا اشتاخذن الفنانين صورهم بكل دول بطن عربي بالعراق صوروا كليبات جميلة ومصروف عليها والتكاليف 30 و 40 ألف دولار 50 ألف دولار يوصل البوجت على الفيديو كليب. أجا مصطفى عبد الله اللي هو أبو الآنة صور نفسه بالتليفون زيرو كوست اي مو بالضروره انه انت تخلق هذا فخامه الانتاج احيانا توفرها بس ما تقدر توظفها صح. الرساله توصل بدون دفعه وبدون اي مصاريف الصح والحلو يوصل للقلب نعم. مباشره نعتمدها لو نتحفظ عليها يعني هذا جاوبتك يعني جواب كافي عليها تمام جواب كافي معناته احنا نحذفها هسه ونشوف التغريده الاخيره نعم لن أقبل بتخفيض إيجوري حتى لو كان العمل يقدمني إلى العالمية. والله يطلع لك والله يطلع لك من حقك يطلع لك مني ومنه كاني ما نزل إيجوري لا خلي أخدمك إن شاء الله. أنا أغلب يعني مرات فترات تصير يعني أقلل إيجوري حتى أشوف العالم حتى أتقرب من الناس أكثر يعني أنا أغلب يعني أخوان المتعهدين يتعاملت وياهم داخل العراق يعرفون أغلب الحفلات اللي أسويها أنا نصها تروح يعني للدعم لو ننطيها للفرقة لو يعني أزيد إجورهم الفرقة لو نخليها يعني بمنظمات إنسانية تروح يعني مو كل شيء فلوس بالحياة إيه بالتالي أنت ده تصنع مؤسسة ومسؤوليتك إنه وأني أنا شخصياً ما محتاج بكل صراحة الحمد لله والشكر يعني وإنا بنعمة ربك فحدث أنا ما محتاج يعني لا محتاج إجور الحفلات ولا محتاج أسوي دعاية فاللي تجيني هو أعتبر يعني هذا يعني نجاح بس من باب أو جانب آخر إنه أنت كفنان كنجم هذا يعني هذا البجت مالتي هذه ميزانيتي من باب إنه الحفاظ على القيمة هي جزء من أكيد طبعا يعني أكيد مو قيمتك كإنسان بالتالي قيمتك كإنسان لا تثمن بشيء ولا حتى كفنان صح. لكن هذه يعني الاعتبارات يعني عدة أو خاصة بحضرتك معناته نعتمدها إحنا هذه نعتمد. التغريدة وهذه إن شاء الله تكون آخر تغريدة إن شاء تمام اعتمدناها نروح فاصل ونرجع عودة أحبتي مشاهدي قناة دجلة مع ضيفنا المميز دائما مصطفى عبد الله ودردشه بسيطه قريبه للنفس يعني انا اتمنى انه يعني اكون خفيف الظل على الجمهور وعليس جدا جدا ومتمكن بالحوار وهذا يعني حقيقه انا ارتاح للضيف من يكون متمكن بالحوار الله يسلمك عندك وعي استثنائي وتستحق هذا التقدير انا جدا سعيد وهذه لحظه تاريخيه انه انت تكونين بهالمكان وتقدميني هالتقديم هذا الحلو. شو وقت الفنان يقول رأيه بصريح العبارة وبشكل واضح؟ وشو وقت الفنان يسكت لازم ما يحكي؟ الفنان لازم يعني يقول رأيه أنا أقول لك شو وقت بالضبط صح يعني لازم يقول رأيه من يكون يعني الفن رايح نحو الهاوية أو الانحدار لازم الفنان يقول رأيه يعني لازم يقول هذا غلط لازم يعني يبادر ويقول كلام. اما شو وقت يسكت فانا ما اعتقد انه لازم الفنان ما يسكت يعني الفنانين لازم ما يسكتون لانه هم اصحاب رساله فما اعتقد الفنان يسكت. ما يسكت في حال اكو خطا لازم يعني يتصدى له نعم. يعني مو في حال هو يريد يعني يثير الجدل بقضيه ما ويحكي بها يعني انت من جانب انه اكو خطا لازم يشتغل عليه ويصححه أكيد. ويغير أكيد. مسار والى اخره اكيد طبعا يعني أنا أشوف أنه أنا ضد الفنان أنه يسكت بأي مواضيع وإذا شاف يعني أي فنان لازم يتكلم فيه إذا في حال شاف
الفن راح نحو الانحدار، راح إلى هاوية، راح إلى مكان يعني مجهول، فلازم يعني هنا يبادر برأيه ويقول يعني ينطي رأيه. يعني مو مع الفنان أنه هو بس يقدم فنه ويقعد ويسكت، لا لا، هو معني بكل معني سياسياً أكيد اجتماعياً. أكيد طبعاً، أكيد طبعاً. اليوم أنت مؤثر وصاحب رسالة، فهذا التأثير والرسالة لازم تكون صح يعني واصلة للجميع. بس البعض يستثمرها بشكل خاطئ. يستثمرها بشكل خاطئ، ولكن احنا اكو ناس صح، احنا بدنا نتعامل ويا الناس الصح وبدنا نوصل رساله من خلال الناس الصح. احنا مو كل شيء موجود مترتب بالحياه هو صح. بس انا ما اشوفك يعني هوايه تسولف يعني بالعام قضايا ما تخص الفن، هذه لها علاقه احنا مثلا احنا انت بالمجتمعات، احنا يعني نفعل اشياء، انا دائما اقدم اشياء وافعل اشياء هي اللي تتحدث، تحاول تصنع اكثر من ما هي تجي. نحاول نصنع يعني بس، لكن لو يعني اقتضى الامر يعني اكو شيء لازم اقوله، انا جدا صريح وواضح يعرفون الجميع، اقوله يعني بكل رحابة الصدر على كائن من يكون. نعم طيب، بس انا هاي ما شايفتها، قلت لك هوايه يعني ممكن هذه يعني بتجمعاتك بعلاقاتك ب يعني بأصدقائك أو بمؤسستك، يعني أنت عندك أكثر من محطة ممكن تقدر تسولف بيها وتقول آراء جريئة بالفن. نعم. حقيقة هذه أنا سامعتها لك، أما بالسياسة والمجالات الأخرى يعني ما سامعتها. طيب شو وقت يعني يصير سعر النجم العراقي موازي إلى سعر النجم العربي؟ تريز يعني دائما يعني سوري آسف، بس أنتوا ليش دائما تقللون من يعني تحسون أنه أكو فرق طبقية بيننا وبين فنانين العرب؟ لا لا ماكو فرق، لا لا أطلاقا. خلي أخدمك بشارة، أنت ما تنسى أني فنانة يعني، أنا بدأ أحاورك أني فنانة على رأس، فبالتالي أني من أنتقص من الفنانة يعني أنتقص من نفسي. yeah. بس إحنا بالعكس إحنا نريد يعني نرتقي. خلي أخدمك، ولأن حضرتك ماشي بهذا المشروع وأنت دا تشتغل عليه، أنا أعرف كل زين أنت دا تشتغل على هذا المشروع. أوكي. إحنا اليوم عندنا نخبة من نجوم العراق أجورهم أعلى من أي نجم من الوطن العربي، والإثبات على كلامي أنه اليوم الأغنية العراقية ترند ومتصدرة. زين هو الترند المتصدر يجيبوه لو يجيبوه؟ لا أنا أقصد على الحفلة، مثلا حفلة تامر حسني. نعم شي وازية حفل نجم عراقي يعني نفس أجو. طبعا إحنا عندنا نجوم يأخذون أعلى من تامر حسني. احنا اكو فرق بالتعامل، راح اقول لك شلون بالضبط، ما نقول اسمائهم حتى ما ينحزوا. لا 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 تحكي انت، جبتي مثال على تامر حسني. تامر حسني، تامر حسني ليش اجوره توصل 250 و300 الف دولار؟ ليش؟ ليش؟ لانه هو مع شركه ما يطلع اذا مو سيستم الصوت من عنده، الاضاءه من عنده، المسرح من عنده، تفاصيل من عنده، تجهيز كامل. هذا ينحسب البجت، فشي يقولون اجور تامر 300 وماخذ 50 60 70 80 هاي اجوره يعني ضمن البجت. ضمن البجت، فهذه تصير عليها برقه، بينما الفنان العراقي يروح هو فرقته ياخذ اجوره اللي هي اعلى من اغلب النجوم العرب. وهاي الباقي التفاصيل هم يقومون بها الفنان العراقي بهذه التهيئه يعني، والفرقه لو يروح هو وحده على الجاهز ياخذ الرقم؟ لا يروح معاه فرقته، فبالتالي المتعهد هو يتواصل معه بالصوت، يتواصل معه كذا، يتواصل مع الاناره والاضاءه والتفاصيل الكامله للحفل. فانا اشوف انه اغلب نجوم العراقيين هم اجورهم اعلى من اجور الفنانين العرب. ممتاز، هذا خبر كلش يعني يفرح. هذا ما كنا نسعى له على مدى سنين طويله، ماني اعرف ده تشتغل عليه يعني، وصلنا لهذا التارجت وهذا الهدف، ومبروك عليهم كل فنانين عراقيين. اي والله يستاهلون اي والله يستاهلون. النوادي الليليه شو وقت تنظم العمل بيها وتصبح لائقه؟ يعني ممكن ينشغل على هذا الموضوع أكثر يعني، لأنه بكل صراحة لأنه اللي يقودون هذه المطاعم والمسارح والكذا هم ناس تجاريين مفنيين. نعم. فلذلك هو يسوي كل شيء تجاري، ما بي لمسة فنية، ما بي روح فنية، لكن احنا نطمح أنه يكون عندنا فد مراكز ترفيهية عالية، مواقع، مكانات يعني تتوفر بها البيئة الصح للعائلة العراقية والجمهور العراقي وللفنانين العراقيين يلاقون جمهورهم بمكانات مناسبة. من المسؤول برأيك عن هذه القضية؟ المسؤول برأيي؟ يعني بشكل عام هم الناس اللي دا تستثمر بهالمجال هذا.
واكيد يعني احنا الفنانين هم مسؤولين على هذا الشيء. اليوم لو كل فنان يرفض انه يروح لهالمكانات ويقول اني اطمح للاحسن والافضل، اعتقد هو راح يحفزهم انه يتقدمون. احيانا الفنان ايضا مسؤول، يعني أكيد. لما يكون حضوره غير لائق وتشوفه بمكان يعني ما مناسب بالنسبه له، أكيد. فهو ده يعزز، بالتالي ده يعزز الخطا، يكبر الخطا ويمشي عليه. فاعتقد انه لازم يصير وقفه كبيره من جميع الفنانين، ولكن هي هاي تضر بمصالحهم. الناس بالنتيجه اصحاب عوائل يريدون يشتغلون، يقول لك انا اشتغل له عادي العالم. ولكن اعتقد انه احنا بالفتره وبالمستقبل القريب راح تكون مرحله انتقاليه كبيره للعراق والى بغداد، وراح يكون انفتاحات موجوده، مراكز ترفيهيه عاليه، نوادي، يعني اشياء راح تكون تليق بالجمهور العراقي وبالفنان العراقي. بتنفتح عندنا منتجعات سياحيه مهمه، مكانات حلوه، يعني تتطور الامور. انا دائما ايجابي لانه انا اشوف من جوانب ثانيه، يعني اشوف اقول لهم للشباب انا اشوف مو مثل ما انتم تشوفون، واسمع مو مثل ما انتم تسمعون. فاللي جاي خير، جاي ان شاء الله. هذا له علاقه او مرتبط بنشاطك التجاري أي. مصطفى أي. الله يوفقك. اعرف انت بزنس مان واشوفه كلش مجتهد بهذا الجانب. يعني انا هو يعني بدايه مسيرتي انه انا يعني قدمت نفسي كرجل اعمال وكمنتج يعني بالوسط الفني، وعندي اعمال ثانيه يعني اشتغل بها، عندي منتجعات سياحيه اشتغل عليها ببغداد، عندنا مشاريع ببغداد هوايه نطور بها. اي شيء انا اشوفه خارج البلد واقدر اجيبه للبلد ده اقدمه، يعني سواء كان عن طريقي او من خلال هويتك كفنان. اي يعني انا كفنان ساعدني، كان لي جسر صراحه. انت نعم. قلت لك قبل بدايه ما التقينا انا وياك قبل اللقاء، نعم. قلت لك انا وصولي كفنان صار لي جسر اسرع اتعامل مع كل الشركات، بالتالي مستثمر يعني اسمك وقيمتك كفنان مستثمرها بالجانب الايجابي. الجانب الايجابي والتجاري، واللي هو يعني احنا بدنا نطمح نخلي يعني يكون العراق في هذا الفتره القصيره في مصاف الدول المتقدمه. يعني هذا اللي نطمح نجيب هذا الوقت يعني وتنظمه هنا شغلك بالاخراج بالغناء وبدعم الناس وبدعم النجوم. شوفي شوفي. وتقيم بعض الأغنيات قبل لا تطلع يعني أنا مرات الشباب يقولون الوسط الفني ما أخذ من مصطفى جانب كل الشبيه، لأن على كم الإنتاج والمساحة اللي ننزل بيها وانتشارنا. الله يبارك. الله يبارك. أنا وهذا يعني من ضمن البديهيات، مو يعني ما يأخذ من عندي وقت، واني أكل أسوي الشغل. نظم وقتك ويومك مليان ويومي مليان. يعني إحنا ما عندنا وقت فراغ، يعني بالتايم وسفرنا محسوب وشغلنا محسوب. يعني ما عدنا هاي مال اليوم جمعة قاعدين ماكو. اي لا اكيد احنا متحلفين للعيد، صار لنا اسبوعين نريد نرتاح ثلاث ايام. يعني عقلك شغال دائما. متعتنا بالشغل صح، ومن جد يعني وجد. انا متعتي يعني ما اعرف اقعد بدون شغل. أي. يعني هسه طالعين بدنا نتعشى نحكي بس شغل. أي. طالعين يعني نتونس نحكي بالشغل. يعني هذا يعني يسعدني، يعني استمتع بالوقت بالعمل. طيب من تريد تختار اعمال، شلون تلحق تختار اعمالك؟ يعني هذه اختيارك للاعمال من نجاح الى نجاح يقودك الى مسؤوليه اكبر، فانت شلون انا اسمع تختار؟ سريع اسمع سريع. تسمع انت يعني، مو احد يسمع لك ويختار لك. لا انا اسمع سريع اقول لهم هاي اعرفها يعني مبينه، اقول لهم هاي الاغنيه حلوه كلش وراح تضرب بس مو الي، لازم يغنيها فلان. اقول له مثلا نسمع اغاني اقول هاي لفلان هاي لفلان هاي ممكن انا اغنيها. يعني واغنيتك انت تحديدا؟ اغاني انا اختارها يعني، ومرات يشاركني علي دائما يشاركني بالاختيار. بس يعني على الاغلب انا اختار. باليوم كم واحد يدز لك تسمع؟ يعني احنا عندنا جروب. ايه. الله ليش شفت شيء هذا دخلت هذا. لا ما هذا تقريبا 20 تقريبا 20 موظف بين الموزعين والشعراء والملحنين وكذا، فينزلون كل شيء بهذا الجروب. فاني اسمع عندي وقت الصبح واني اقعد من اغسل كذا واني على الريوق اسمع الاغاني. زين اسالك كم جروب مسوي له ميوت بالواتساب؟ كلهم كلهم يعني كلهم ميوت. فادخل اسمع الاغاني لانه انا الصبح اقعد مزعوج. فالاغنيه الحلوه تعدل مزاجي، المو حلوه راسا اقلبها، فاعرف هاي ضاربه ولا مو ضاربوني اول ما اقعد الصبح. يعني سمعت فهمتيني؟ ضحك. اي والله.
ما عقل يعني اعرف مرات يعني تعرفين من تكونين مزعوجه قاعده وبعد مشغوله وما متهيئه الشيء وسمعك اغنيه رسن انت طب فيها هاي شنو؟ فاني هيك رسن واني قاعد غلط غلط هاي ها ها لحد ما يتعدل المزاج يقول هاي صح. يشوفوا الملحنين شلون يتعامل وياكم؟ هاي هو اداء نفسه بنفسه يعني يعني انت بدك تثبت لنا انه انت يعني صباحا عندك مزاج خاص، مساء عندك مزاج خاص، دزوا للعصر، العصر دزوا للاغنيه. لا بالنتيجه دا اطلع لهم شغل صح يعني اقول لهم هاي صح يعني. طيب سؤال عندي كلش مهم. شلون تفسر تغيير بعض الفنانين جلودهم وخصوصا بالمحطات العربيه؟ ومو تغيير جلد، انا اعتبرها هي هجره فنيه. شلون ما الدكتور يهاجر لامريكا يدرس ويكمل، المهندس يهاجر الى اوروبا يشتغل ويكمل، الفنان هم هاي هجره له، يقدم ويشتغل ويتعلم ويتثقف، وبالنتيجه هو يرجع لاحضان العراق والاهله والناس. وشفناها بهوايه فنانين هاجروا ورجعوا للعراق. يعني اكو اشياء سابقا كانت مبرره، يعني انه الفنان يطلع بقناه عربيه يسوي اشياء عربيه، بس الان يعني الان لغتنا واصله، عفوا لهجتنا واصله، والاغنيه العراقيه واصله، هي تعد يعني تعد هي الاولى الان بالوطن العربي على مسامع الناس، يعني ما حاجه انه هي تصنع وانه انت تحكي بلهجه ثانيه لا هسه وصلت لهم، وصلت لهم، فقاموا يعني يحبوها ويغنوها ويتواصلون وياها. احنا كان ما كان قبل يطلع مطرب يقول عجل يابا وهاي تشاو ما تشاو، ما كان يطلع يعني متحفظين وكذا. هسه صارت وريد اشرد بيك يما الوضع اختلف، فالمفردات وصلت، وهذا يعني هذا انا اعتبره هذا القاعده الاساسيه العراقيه اللي وصلت للمتلقي العربي لتهيئ وتجهيز الدراما العراقيه وتصديرها. اي نعم اليوم نعم. احنا ساهمنا تصدير اللهجه العراقيه وصلت، كان المصري من تحكين يا عراقي على بقدر تحكين يا اجنبي ما يفهم ولا كلمه. اليوم احنا كصناع دراما ايضا يهمنا هذا الجانب، لانه فعلا المفرده واللهجه العراقيه هي وصلت يعني بشكل. انا اشوفها من جانب ثاني، اليوم احنا عندنا مسلسلات متصدره بالمنصات العالميه والشاهد والمنصات العربيه دا تتصدر، هذا يعني شنو؟ يدل على انه اللهجه العراقيه انحبت ووصلت للاذن. هذا من محبتهم الى اليوم احنا صدرونا اللهجه المصريه، كل العراق يحكي مصري وكل وطن عربي يحكي مصري وكل الخليج يحكي مصري، وازيك يا باشا من وراء عادل امام. لها علاقه طبعا بالسينما والتاثر اكيد احنا صدرناها اللهجه العراقيه بالاغاني وانسمعت وصارت سهله على الاذن. الخليجي يفهمها واللبناني والشامي والجزائري والمغربي والتونسي، محببة إلى أسماءهم، صارت محببة يعني هسه من تروحين أي واحد عربي رسم يقول شكو ماكو مشتاق لك، أنا مشتاق لك، يحكون بهذه يعني. إذا هم حابين اللهجة شيء جديد عليهم مترند، فأعتقد أنه إحنا فتحنا المجال للدراما، ونتمنى من الناس المختصة اللي تعمل بالدراما أنه يكثرون إنتاجات وينتقون الأدوار وينتقون السيناريوهات حتى نكون احنا متصدرين بالدراما وبالافلام وبالاغاني العراقيه تصدر لل يعني لازم ننقل ثقافتنا العراقيه للعالم العربي بقوه. خصوصا بهذه المرحله الانتقاليه هاي الخمس سنوات الجايه. هذا اللي لازم يصير. طيب اني سالتك عن الفنانين الاخرين شلون يتعاملون باللقاءات، حضرتك شلون تتعاطى مع اللقاء؟ مثل ما تشوفين هل انت لازم تجاوبين. لا يعني يعني بالبدايه انت هساني انا راح اسالك، انت شلون تشوفين مصطفى عبد الله باللقاء؟ لا لا رائع حقيقه رائع، يعني كامكانيه وعي وثقافه واستيعاب وسعه صدر. نعم. طبعا هذه كلها موجوده بيك، وهذا يجي يعني مو من فراغ، طبعا يجي من الثقه، يجي من النجاح، يجي من الثبات الانفعالي اللي عندك طبعا والتماسك، لكن يعني حتما عندك محاذير انت وبعض التحفظات اللي انت تتجنب الحديث بها او يعني انا الخوض بها. اللقاءات عندي محسوبه، يعني اطلع لقاءات بحساب، اعرف اليوم اني اريد اوصل رساله خلال هذا الكلام اللي قلته طبقه عراقيه، الناس معينين بالعراق، اطلع من خلال ست ايناس وصلت كل اللي اريده للساحه العراقيه اللي مال خمس سنوات اللي قدام، مال ثلاث سنوات اللي قدام، خطه، فكر، وعي، رساله للفنانين، للمنتجين، هذا يعني يحتم علي لازم اطلع ويا ست ايناس حتى اوصل هذه الرساله.
مرات انه لازم يكون عندنا موضوع اغاني، لازم نروج على موضوع اغاني، لازم نروج على جانب بالشركه، لازم نروج على فنان معين نطلع. يعني اللقاءات الكثرة بيها مو حلوة، يعني مو حلو يطلع واحد يحكي هواي ويسولف هواي ويظل يتمنطق هواي، أنا ضد هذا الموضوع، بس لازم يكون مدروس. يعني هسه هذا لقاءنا أنا أعتبره يعني مال سنتين، يعني حكينا بيه أشكو أشياء أنا أرد أوصلها للناس وأرد أوصلها للجمهور وأرد أوصلها للمنتجين والشركات العراقية ولا ناس معنيين، وصلتها من خلال هذا البرنامج. أني أشكرك جداً جداً لأنك أثريت الحوار، والحقيقة الحديث ممتع جداً، بحيث إحنا كانت عندنا أكثر من فقرة كان المفروض يعني نستثمر وجودك ونناقشك ونحاورك بيها، لكن أنت فعلاً أثريت الحوار، وأني سعيدة جداً بلقائك وبالحديث معك، وشرفتني شرفتني على المستوى يعني الشخصي أنا شرفتني بالبرنامج، وأنا كل سعيدة فدوى عمرك، وأشكرك أني على هالكلام اللطيف، وإن شاء الله يعني ما ضايقناكم، كنا خفيفين الظل عليك وعلى الجمهور، وأشكر كل متابعيني ومحبينا، وشكرا لك، وإن شاء الله هذه مو الأخيرة. لا إن شاء الله لقاءات دائمة، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح أكبر. أنت كنت أكثر من رائع. شكرا مصطفى العبد الله. شكرا لك وشكرا لكل المشاهدين، أحبكم بكل قلبي. قناة دجلة كل الاحترام والتقدير لكم، وانتظروني الأسبوع القادم بالنسخة الأصلية إيناس طالب.